حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في هذه التغطية، حيث ما تزال الأعين ترنو صوب الغرف السياسية المغلقة بانتظار إعلان حاسم يصدر عنها، وذلك بعد جلسة التصويت على البدلاء من الكتلة الصدرية وفتح قرار الاستقالة الذي جاء بطلب من زعيم التيار الصدري، فتح باب الاحتمالات على مصراعيه، فالترقب السياسي الذي دام أشهر انتهى بصدمة لرأي العام غيرت مجرى التفاوض نحو تشكيل الحكومة المقبلة. فيما يرى مراقبون للشأن السياسي أن استقالة نواب الكتلة الصدرية قد تعجل بملف تشكيل الحكومة وإنهاء الانسداد السياسي، ويرجعون ذلك إلى قدرة الإطار الآن على لملمة شتات القوى السياسية وتشكيل حكومة جامعة للمكونات التي ما زالت حتى اللحظة لم تظهر ملامحها، ولم يعرف فيما إذا كان هذا المخاض العسير سيأتي بحكومة تتناسب مع متطلبات الشارع أم سيكون الأمر معقدا أكثر مما هو عليه. إذن مشاهدين، في تغطيتنا لهذا اليوم نناقش كل هذه المعطيات مع ضيوفنا الأكارم، لكن بعد أن نتابع سوية هذا التقرير. مشروع وطني يتبناه الإطار الشيعي في تشكيل حكومة توافقية تلبي طموح الشارع العراقي في خطوة للخلاص من الانسداد السياسي. وهناك معلومات تقول بعد تصريح أعضاء الإطار أن 70% من التوافقات المبدئية حصلت مع القوى الكردية، وهذا مؤشر لتصاعد التأييد على شكل الحكومة التوافقية المقبلة. فالحراك مجددا يعود بقوة إلى الساحة السياسية لتكون الحكومة المقبلة تمثل جميع الكتل التي تم التوافق فيما بينها، لتكون ذات برنامج قوي وتحقق أهداف من وضع لمسات القبول فيها، إذ دخلت القوى السياسية مرحلة جديدة ربما تسير نحو حلحلة الأزمات بعد إكمال النقص العددي في البرلمان في طريقها إلى تشكيل الحكومة التوافقية. أما توقيت تشكيل الحكومة المرتقبة فقد أشارت مصادر بتوقعات قرب ولادتها دون عراقيل، بعدما حلت جلسة البدلاء عن الكتلة الصدرية أزمة الانسداد السياسي. والجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني وفي تصريح للنائبة إخلاص الدليمي ماض مع الكتل السياسية في معالجة الأزمة واستكمال الاستحقاقات الدستورية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، بعد أن تابعنا هذا التقرير نرحب بضيفنا الكرام في الاستوديو عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي الدكتور هيثم الخزعلي، كنت وأهلا بك ضيفا كريما. وكذلك كان من المفترض أن يكون معنا الكاتب والصحفي الأستاذ هادي جلو مرعي، لكن للأسف لم يحضر حتى الآن إلى الاستوديو. ومن المقرر أن يكون معنا أيضا أستاذ العلوم السياسية جامعة ذي قار الدكتور نجم الغزي، سيكون معنا بعد قليل عبر سكايب. وأبدأ معك سيد هيثم، بعد هذه المتغيرات السياسية والمستجدات واستقالة الكتلة الصدرية، هل أصبح بإمكان الإطار حاليا وفعليا تشكيل حكومة؟ ابتداء أنا أحب بكم وبقناتكم الكريم وجمهوركم الكريم. أعتقد أن كتلة واحدة لن تستطيع أن تشكل الحكومة بمفردها، بسبب أنه فقرت الدستور التي نصت على أنه انتخاب رئيس الجمهورية لابد أن يكون 220 نائب، بالتالي لابد أن تكون حكومة توافقية، وهذا الأمر كان معروف منذ البداية، وأنه تحقيق الأغلبية تطلب تغيير هذه الفقرة في الدستور العراقي. بالتالي الإطار لوحده لن يستطيع أن يشكل حكومة، ولكنه بدأ بالتفاهم مع الكتل الأخرى الممثلة للمكونات الأخرى الشركاء في الوطن، وبالتالي أعتقد أنه توجد تفاهمات، هناك رغبة من كل الأطراف بالإسراع بتشكيل حكومة وإقرار موازنة والمضي بالعملية السياسية وإنهاء حالة الانسداد، خصوصا أن ظروف البلد والظروف الإقليمية والعالمية هي غير طبيعية وتحتاج إلى دولة قوية وحكومة قوية وإصدار قرارات بشكل حاسم وصارم. بالتالي أعتقد أن الإطار بدأ جولات الحوار مع الكرد والسنة، وهناك تفاهمات أولية، وأعتقد أنه يوم أمس بداية
الجلسة بتغديد البدلاء للقسم وتعديل نظام الداخلي للبرلمان هي أشرت إلى وجود بداية تفاهمات بين الكتل السياسية. طيب الإطار ارتفعت مقاعده، عدد مقاعده ازداد بعد استقالة الكتلة الصدرية، استفاد من هذا الموضوع كثيرا، لكن يقدر يستثمر بقضية تشكيل كتلة أكبر باعتبار مقاعده أصبحت أعلى؟ طبعا يستطيع، هو الآن الإطار هو الكتلة الأكبر في البرلمان، ومن المفترض أنه إذا تم انتخاب رئيس جمهورية أن يكلف الإطار التنسيقي باعتباره الكتلة الأكبر وممثل المكون الأكبر بترشيح رئيس الحكومة، فبالتالي أعتقد هو يشكل كتلة أكبر داخل البرلمان انتخاب رئيس الوزراء، ولكن لا يشكل حكومة أغلبية. أيضا نرحب بأستاذ العلوم السياسية الدكتور نجم الغزي، ينضم مباشرة عبر سكايب من ذي قار. أهلا بك دكتور نجم. الإطار حتى الآن مصر على الحكومة التوافقية ويقول أن التوافقية هي الحل الأمثل في الوضع السياسي الحالي للبلد، لكن يمكن للتوافقية أن تحل الأزمة السياسية الحالية؟ دكتور نجم. يبدو أن الصوت غير واضح مع دكتور نجم. أعود لك بذات السؤال دكتور هيثم، التوافقية ما زال الإطار مصر عليها، لكن هل هي فعلا الحل الأمثل حتى مع المتغيرات السياسية الأخيرة؟ طبعا كتل الإطار في فترة حكومة السيد المالكي طالبوا بأن يكون هناك حكومة أغلبية وإنهاء نظام المحاصصة، نعم، ولكن هذا الأمر من الناحية السياسية غير واقعي بسبب أنه نصوص الدستور اشترطت أن يكون هناك ثلثي الأصوات أو 220 نائب لانتخاب رئيس الجمهورية، فبالتالي أنت مجبر أن تأتلف مع الكتل الأخرى لأنه لا توجد كتلة تستطيع أن تحرز لوحدها 220 نائب وتستطيع أن تنتخب رئيس الجمهورية ورسائل الوزارة. طبعا هذا الشرط وضعه الأخوة الكرد من أجل أن لا يتم تشكيل حكومة بدون موافقتهم أو بدونهم، وبالتالي هذا الشرط الذي سمي الثلث الضامن أو الثلث المعطل هو ما يمنع من إنشاء حكومة أغلبية. طيب فإذا أردنا أن مجال للمحكمة الاتحادية أنه تغير قضية ال 220 نائب، المحكمة الاتحادية اقترحت أنه يتم تغيير هذه الفقرة لأنها لا تسمح بإنشاء حكومة أغلبية. الآن حتى إذا شكلنا حكومة توافق وبعض الكتل فعلا هي اختارت الذهاب للمعارضة، لا، ولكن هذه المعارضة سوف تكون أعدادها قليلة في داخل البرلمان، ثم إذا لم تمكن بمنحها اللجان الرقابية وأدوات الرقابة لن تكون يعني معارضة فاعلة في البرلمان العراقي. طيب الإطار وقوى الإطار الشيعي تتحدث عن ضرورة إيجاد حكومة قوية، فعلا توجد جدية لدى مختلف القوى السياسية لإيجاد حكومة قوية تختلف عن الحكومات السابقة؟ الحكومة القوية يعني أنا من وجهة نظري أن تكون هناك صلاحيات أكثر لرئيس الوزراء، يعني شهدنا بالأمس تغيير النظام الداخلي للبرلمان وتم رفع كلمة هيئة الرئاسة ووضع الرئيس ونائبيه، إعطاء صلاحيات أكبر للسيد الحلبوسي في إدارة البرلمان. بالمقابل لابد أن يكون هناك تغيير في موضوع رئيس مجلس الوزراء وأن نسمي تسمية رئيس الوزراء حتى تكون لديه صلاحيات أكبر في إصدار القرارات، وإلا رئيس مجلس الوزراء. الحكومة القوية هي مرتبطة بشخصية رئيس الوزراء أو شخصية وآلية عمل رئيس الوزراء. طيب، وأنه إذا كان رئيس الوزراء أيضا يصدر قراراته بالتوافق سوف تكون هناك مشكلة، لأنه نحتاج إلى صرامة في التنفيذ، وبما أنه حصة المكون الشيعي مثل ما الأخوة السنة تمتعوا بصلاحيات كاملة في نظام الداخل البرلمان المفترض أن يغير نظام رئاسة الوزراء ويقال رئيس وزراء وليس رئيس يعني وزراء. يفترض أن البلد يختار رئيسة أو رئيس وزراء شخصية قوية حتى يتمكن من إدارة العملية السياسية والحكومة بقوة وصرامة، لكن الكتل السياسية اللي راح تختار رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء لديها هكذا شجاعة أنه تختار هكذا شخصية؟ طبعا ليس هكذا شجاعة مختارة، هي الآن مضطرة، الظرف ظرف عصيب، والشارع العراقي تحمل كثيرا طوال فترة حكومة الكاظمي، ارتفاع البطالة، ارتفاع سعر الصرف، وانخفاض
معدلات العمل والتشغيل، وجود حالة من التضخم، هناك أزمة غذائية ربما تكون على الأبواب، وأنا هذا ربما ذكرته في أكثر من لقاء. الآن الحرب في أوكرانيا لن تظهر نتائج الحصار ونقصان القمح في هذه السنة، ولكنها سوف تظهر في السنة القادمة، لأنه الآن في أوديسا على موانئ أوكرانيا هناك 25 مليون طن من القمح مخزن في أوديسا لا تستطيع تصديره إلى العالم، وأوكرانيا وروسيا تصدر 30% من القمح من قمح العالمي بسبب وجود الألغام ووجود القوات البحرية الروسية على سواحل أوديسا. أيضا لا توجد منافذ أخرى، هي لا تستطيع تصديره عن طريق دول البلطيق لأن موانئها لا تستوعب هكذا كميات، ولا تستطيع تصديره عن بولندا لأن خطوط سكك الحديد في بولندا يختلف قياسها عن خطوط سكك الحديد في أوكرانيا. بالتالي إذا نقل من أوديسا إلى بولندا لازم أن يتم تفريغ على الحدود وشحنه مرة أخرى، وهذه سوف تضيف تكاليف. تعطل تصدير القمح هذه السنة سيحرم الفلاحين في أوكرانيا من عائداتهم، سيجعلهم غير قادرين على الزراعة السنة القادمة. والأوكرانية الروسية على ظهرت يعني منذ فترة، العراق أصلا يعاني من هذه المشاكل منذ سنوات، يعني حتى الدورات السابقة فضلا عن أزمة المياه وأزمة الجفاف وكهرباء وحالة الكهرباء وغيرها من الأزمات المتوقعة، لكن الإطار الشيعي حاليا يتحدث عن نيته تشكيل حكومة خدمية، حكومة خدمات. هو أصلا راح يقدر يشكل حكومة حتى يتحدث عن الشكل وبرنامج هذه الحكومة؟ يستطيع أن يشكل حكومة لأن هناك رغبة كردية وسنية من بتشكيل الحكومة والمضي بالعملية السياسية، بالتالي هناك توافق بين الأطراف الثلاث على تشكيل حكومة. طيب إذا كان لديه القدرة على تشكيل الحكومة وينوي تشكيل حكومة قوية برئيس وزراء قوي، ليش لحد الآن ماكو اجتماعات ومفاوضات أو معلنة يمكن موجودة بالخفاء، لكن ليش ماكو أي شيء لتشكيل الحكومة حاليا؟ لا، هناك تفاهمات ولقاءات تتم في الخفاء بين باقي الأطراف، لكن أعتقد أنه بين من؟ ما أحد راح لكردستان ولا أحد من كردستان؟ كردستان المشكلة بينها وبين الاتحاد. وكانت هناك جلسة بين وفد من تفاوض من الديمقراط الكردستاني مع قوى الإطار، وكان هناك تفاهمات على تشكيل حكومة، ولكن المشكلة العالقة الآن هو انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا خلاف كردي كردي، فالمفاوضات لابد أن تكون بين الديمقراط والاتحاد الكردستاني عند اتفاقهم. سوف طيب يكون لا بد من انتخاب السياسية، تبقى تنتظر الأطراف الكردية شو تتوصل طبعا. تم طرح مقترحات على الأخوة الكرد بأنه لابد أن يأتون بمرشح واحد إلى بغداد، وفي حال عدم قدومهم بمرشح لن تكون هناك المدة مفتوحة للانتظار، فليأتوا بمرشحين ويتم التصويت عليهما في داخل البرلمان. هذا الأقرب يمكن يكرر كما حدث بالدورة الماضية. نعم. طيب إذا حلت هذه المشكلة ما بين الأطراف الكردية أو لم تحل، يمكن تمشي بهذه الطريقة بمرشحين، أكو مطالب كثيرة للأكراد راح يفاوضون عليها ويساومون ربما قوى الإطار أو الكتلة الأكبر من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة واختيار رئيس وزراء، قانون النفط والغاز والكثير من القضايا المتعلقة ما بين الحكومة المركزية والإقليم راح يتم التفاوض ومساومة الإطار عليها، لكن السؤال قوى الإطار راح ترضخ لهذه المساومات من أجل المضي بالعملية السياسية والحكومة؟ طبعا الحقيقة بالعمل السياسي لا يمكن أن تأخذ كل ما تريد ولا تعطي الآخر كل ما يريد، هناك عادة في التفاوض يتم تقسيم الأمور لثلاث مراحل أو ثلاث سلال، بعض الأمور ثوابت لا تخضع للتفاوض والمساومة، بعض الأمور ممكن أن نتفاوض عليها، وبعض الأمور أنا أصلا أضعها شروط ولكن هي مستعد للتنازل عنها لأنها للمناورة. فبالتالي توجد ثوابت لن يستطيع الإطار التنازل عنها، ولكن توجد بعض الأمور تمرر لصالح الكرد مقابل أمور أخرى، بالنهاية هذا يتبع مدى الضرورة لتشكيل حكومة ومدى الضغط السياسي والجماهير الموجود بالشارع. الضغط كبير جدا بمقابل أنه سقف مطالب مسعود بارزان ارتفع كثيرا، هو معروف أن في كل مفاوضات يأتي بسقف مطالب مرتفع، لكن هذه منها قانون النفط والغاز والقرار أو القانون الصادر من المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية أصدرت تنويه بأنها ليست هي طرف في موضوع الخلاف مع كردستان بالنفط والغاز، ولكن وزارة النفط هي ما رفعت شكوى
على الإقليم، وبالتالي المحكمة الاتحادية تنظر بالشكوى مثل ما تنظر بشكوى أي طرف آخر، فهي لم تكن هي من أصدر القرار وإنما الموضوع شكوى من الحكومة الاتحادية، بالتالي هذه الأمور لابد أن تخضع للقانون. هناك مرونة من الأخوة الكرد خصوصا في هذا الملف، وكان هناك تصريح للسيد شهوان محمد بأنه سوف يتم تأسيس شركتين للنفط في كردستان وتعمل بالتنسيق مع حكومة بغداد. أعتقد هذا الأمر ممكن أن نجد له آليات حل بدون أن نذهب إلى التصادم وكسر الإرادات. طيب إذا حل هذه الإشكالات حلت مع حكومة الإقليم والأطراف الكردية ومع تحالف السيادة، أيضا هناك تفاهمات بحسب بعض المصادر، ماذا عن رأي التيار الصدري؟ هل سيؤخذ رأي التيار الصدري بتشكيل الحكومة؟ هل ستكون هناك دعوة للإشراك بالحكومة أم سيتخذ موقف معارض أم ماذا؟ التيار الصدري بما أنه أعلن أنه انسحاب من العملية السياسية، لكن أعتقد أنه سوف يكون في موقف المراقب والمقوم للعملية السياسية، ولو بإيجاد نوع من المقاومة من المعارضة الشعبية. بالتالي أعتقد أنه من مصلحة الإطار ومن مصلحة الكتل السياسية التي بقت في العملية السياسية أن تصدر مجموعة من التشريعات تلبي مطالب ناخبي التيار الصدري، كي لا يشعرون بأنهم مغيبين داخل البرلمان. لابد من السعي إلى خفض سعر صرف الدولار، تخفيف مستويات الفقر، خفض معدلات البطالة، دعم المواد الغذائية، معالجة أزمة الخدمات والكهرباء، معالجة أزمة المياه. الحقيقة كل هذه الأمور بها دراسات وحلول ومن الممكن العمل عليها، بشرط أن ننظر إلى المواطن. ومفترض أنه إذا قيل أنها حكومة خدمة وطنية لابد أن تقدم الخدمة للمواطنين قبل كل شيء. مرة أخرى نرحب بالدكتور نجم الغزي أستاذ العلوم السياسية من جامعة ذي قار، أهلا بك دكتور مرة أخرى إذا كنت تسمعني. وأود أن أسألك، يعني لم نسمع لحد الآن عن أي اجتماع يضم رؤساء الكتل السياسية للجلوس إلى طاولات حوار وترك الخلافات وهذا العناد السياسي وتقديم مصلحة المواطن، هل سنشهد ذلك قريبا بالأيام المقبلة؟ يمكن أن تكون هناك اجتماعات نوعية من أجل فك هذا الانسداد؟ السلام عليكم، شكرا جزيلا لك سيد الكريم. الانسداد لن ينتهي، أنا أعتقد أن هناك صفحة جديدة من صفحات الانسداد السياسي، الحياة السياسية العراقية قد بدأت. قرار المحكمة العليا الذي اشترط الذي يتسير الآن، الطرف الذي كان ربما بلغ في صدور هذا القرار لأنه عطل حكومة التحالفات السابقة، الآن ربما هو سيواجه نفس المشكلة وسيتجرع من نفس الشيء الذي تجرع منه السابقين. المشكلة الحقيقية في هذا الأمر أنه أنا أعتقد أن الأحزاب ربما يصلون إلى مرحلة من الانسداد، ستكون توافقات في إصدار قانون جديد للانتخابات وربما لحد البرلمان، لأنه حتى لو قامت حكومة جديدة التحالفات الجديدة اللي هي تحالفات هشة كان بينها نوع من الخلاف والصراع والتشكيك السابق، حتى لو قامت الحكومه ربما 7 أشهر 4 أشهر طرف الى طاقه السحر ستفقد الحكومه الثقه، وبالتالي ستكون الحكومه بلا غطاء قانوني ولا غطاء برلماني، وسنرجع مره اخرى الى قضيه الانسداد وقضيه الفراغ الدستوري وقضيه التوقيتات الدستوريه. فانا اعتقد ان الوضع الان هو صفحه من صفحات الانسداد والأزمة السياسية في هذا البلد. طيب دكتور، ماذا عن يعني هذا الشوط الكبير الذي قطعته التوافقات ما بين القوى السياسية ومعضلة القرار السياسي، وبالمقابل أيضا كان هناك انقسام سني كردي وهذه الانقسامات تعود للواجهة مجددا، لكن أين سينتهي هذا المشهد بعد وجود انقسامات كردية كردية وبالآونة الأخيرة سنية سنية؟ نعم، مثل ما كان حضرتك الموضوع فعلا هو انه هناك تشظي واكثر من محدد شيعي شيعي كردي كردي كردي، فانا اعتقد وكثير من المراقبين يعتقدون ان هذا النظام السياسي وصل الى مرحله من مراحل عدم القدره او مرحله الشلل ومرحله الموت السليم، بحيث لم يكن قادرا على القيام باي فعل يستطيع من خلاله ان يحقق الانجاز المطلوب منه. لذلك انا اعتقد نحن بحاجه الان الى انعطافه مهمه جدا، وهذه الانعطافه
هي تغيير كثير من قواعد النظام السياسي الذي بني بعد 2003، لان هذه الاجهزه السياسيه اشرت بوجود مشكله خطيره في النظام السياسي العراقي. حاولت كثير من الاطراف الاشاره اليها، لكن للاسف لم يقبل كثير من المنتفعين من هذا النظام، بعيد وصل الحكم الى انه في تشكيل كانت هناك عباره عن توجيهات مجانيه للسلطه ان هناك ازمه. للاسف تصرفوا بمنتصر على الناس الابرياء وعانوا في المستقبل المستوى. الان يخرج طرف مهم من المعادله وهو التيار الصدري، هذا الطرف مهم اجتماعيا ومهم سياسيا، لديهم خبرات، لديهم نفس الوقت ايضا علاقات سواء داخل النظام او خارج النظام. زائدا الطرف التبريدي الذي هو اما ان يكونوا مستقلين او لم يشتركوا بالانتخابات او انهم يعني الان هم معارضين في البرلمان، هذه مشكله كبيره جدا تدعو الى اخذ الاعتبار والنظام السياسي، حتى وان كان لديهم ممثلين لا يعبرون حقيقه عن واقع المجتمع العراقي. الديمقراطيات هم البرلمان، والبرلمان يعبر عن او يعتبر بارومتر المزاج العام للناس. برلمان للاسف كثير من الاخوه جاؤوا بدور ثالث او دور رابع، وهم اصلا المفروض لا يدخلوا في البرلمان. وانا خلص انا لا اعتقد بحال حقها بتغييرات في النظام السياسي او انه الحل في عائله الانتخابات مره اخرى او بحكومه مؤقته وكثير ذلك تكون قوه للدوله وربما لا سمح الله صدامات سريه كرديه ربما سنيه سنيه في غير شيعيه وغير الحملات نفسها نظاما بين الصفوف الدوليه والصفوف الامنيه التي انهكت البلاد بشكل كبير جدا. طيب في هذه الحالة يعني دكتور نجم، ألا يمكن الذهاب من أجل حل حالة الأزمة إلى إيجاد حكومة تلبي طموح الشارع؟ يمكن هذه الحكومة أن تغير بعض الواقع الاجتماعي والسياسي والخدمي بالبلاد؟ والله يا سيدي الكريم، المشكلة الأساسية في ظل هذا النظام السياسي، أنا أعتقد أن الاستئناف وارد جدا بسبب بسيط جدا. يعني لو قطع الان السنه والاكراد تقف مطالبهم، وهذه المطالب لم تكن واقعيه ولم يكن يرضى عليها حتى جمهور البطاقة وتم الاستجابه لها، فان هناك ستكون تعاكسات في الاتجاه بشكل كبير جدا، وستكون هناك فجوه ما بين الحكومه التي تتمكن وقواعدها خاصه في مناطق افراد الاوس والجنوب، يعني تحديدا المناطق الشيعيه. طبعا احنا سمعنا تصريحات ان هناك قانون العفو العام ومطالبته، وهذا قانون العفو العام يعني نحن معه، البريد يجب ان ياخذ استحقاقه، لكن هناك بعض الاشخاص متهمين بدون هذا سيكون الوضع بشانهم. سمعنا ان هناك مطالبات باقامه محافظه في سنجار، مطالبات باقامه محافظه في الدحمر لم تم. هذه هو قانون النفط والغاز الذي رفضه المحكمه الاتحاديه لتفصيل بانه غير دستوري، يجب ان يكون يعني تحت سقف مظله التفاوض، وهذا ربما يتطلب اتخاذ اجراءات قانونيه وسياسيه ودستوريه. اعتقد صعب على النظام بشكل كبير جدا ان يتم تلبيته، اضافه الى ذلك لا نستثمر الاتفاقيات الدوليه سواء التركيه او العربيه او الامريكيه، سواء على الاكراد الرسميه وعلى بعض الاطراف الشرعيه ربما تعد زائدا التعقيد الذي يحصل في الملف النووي الايراني الذي ينعكس بشكل مباشر على الساحه العراقيه، كل ذلك يدعو الى ان الابتداء الماسي وانه ربما اخذ صفحه جديده في صفحات التاريخ السياسي في العراق بعد الانتهاء. أعود لك دكتور هيثم مرة أخرى، ويبدو أن هناك اختلاف بالرأي، يعني هناك يمكن الكثيرون يتفقون مع دكتور نجم أنه يجب حل هذا البرلمان، تغيير هذا البرلمان، إعادة انتخابات، لكن هل هناك احتمال أو معطيات تشجع على حل هذا البرلمان وإعادة انتخابات جديدة وفقا لكل هذه المعطيات والتعقيدات السياسية؟ مو الأفضل أنه نروح للانتخابات جديدة ونعيدها الانتخابات ونحل البرلمان، افضل ما ننتظر 3 سنين وبعدين هم نروح لانتخابات جديده؟ يعني انا لا اقول انه ننتظر 3 سنوات، ولكن حل البرلمان الان والتهيئه للانتخابات ومعناه اطاله عمر حكومه السيد الكاظم التي اثبتت فشلها في الكثير من الملفات. ونحن الان امام ازمات ملحه، لا نستطيع ان نمضي مع هذه الحكومه، ولا يمكن للشعب ان ينتظر مره اخرى انتخابات، وكم سيكون عدد المشاركين بالانتخابات القادمه بعد هذا الاخفاق؟ لابد ان نسرع بتشكيل حكومه وان تحضر حلول للمعالجات،
ثم نقوم بالتفكير بانتخابات مبكرة بعد سنتين أو المضي إلى نهاية الثلاث طيب سنوات. لكن إذا بقت العصا في عجلة العملية السياسية مو راح يطول عمر هذه الحكومة التي سببت أزمات كثيرة للبلاد؟ لا يوجد هناك عصا في العجلة، هناك تفاهمات، وأنا أكدت لك أنه توجد تفاهمات بين الأطراف السياسية كافة. مجرد أن يحسم الأخوة خلافهم حول رئاسة الجمهورية سوف ينتخب رئيس جمهورية ويتم تكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة وسوف تشرع بالأعمال. لا أتصور أن هذه الخلافات البعض سواها كما كانت بأيام الانسداد السياسي، الموضوع الآن مختلف. طيب بحسب يعني اطلاعكم على الحكومة الحالية، يعني ربما ترونها أنها لم تكن على قدر المسؤولية، عملها أو مخرجاتها لم تتناسب مع ما خرج من أجل الشارع، لكن الشارع خرج خلال تظاهرات تشرين مطالب بانتخابات مبكرة وحكومة خلاف حكومة عادل عبد المهدي، وبالتالي جاء بحكومة الكاظمي اللي حتى الآن هو اسم مطروح لرئاسة الحكومة المقبلة والمنتظرة. لكن التوافقات المقبلة ما بين الأطراف السياسية وكل شيء صاير بالسياسة يمكن أن يحدث، لكن هل ستأتي هذه التوافقات دكتور يعني بمعزل عن التشكيلات الحكومية السابقة؟ هل الحراك الشعبي المتوقع بالأيام القادمة سيكون رافضا لبقاء حكومة الكاظمي أم ماذا؟ طبعا قيادة التنسيقات في تشرين ورئيس المتظاهرين كانت مرتبطة بأجندة خارجية، وكان نتيجتها المجيء بحكومة السيد الكاظمي التي أخفقت في كل الملفات وأدت لهذه النتيجة رغم كل التردي الذي حدث بالأوضاع في خدمة الكهرباء، في الوضع الاقتصادي، في سعر الصرف. لم تخرج تظاهرات مرة أخرى، ما يثبت أنها تظاهرات مسيسة وكانت مدفوعة. نعم هناك شارع لديه مطالب خدمية، والآلاف التي خرجت هم مما كانوا يطالبون بالخدمات، ولكن التوظيف الذي تم لتظاهرات هؤلاء من قبل لجان التنسيق الذي أصبح جزء كبير منهم مستشارين لدى السيد الكاظمي لم يقوموا بتفعيل هذا الموضوع والتظاهر مرة أخرى، وتعاملوا بقسوة مع التظاهرات اللاحقة حتى أنهم قاموا بضرب المتظاهرين وليس فقط غش المياه على طلب الدراسات العليا، بل قاموا بضربهم بالعصي، قاموا بمنع المتظاهرين من دخول المحافظات، قاموا بضرب متظاهري غفحة. بالتالي حكومة كان أدائها حسب التقارير الإحصائية لم تنجز 17% ما وضعتهم من برنامج، فكان فشل كبير. هي لم تنجح إلا في ملف خارجي تهدئة الأمور في المنطقة، والحقيقة هذا قد لا يهم المواطن العراقي كثيرا بقدر ما تهمه الأوضاع الداخلية والمصالح الاقتصادية ووضعه الداخل الاقتصادي. فأعتقد أنه فرصة تكرار نفس التجربة الفاشلة سوف تكون يعني إنهاء للعملية السياسية وسوف تؤجج الشارع بشكل كبير. طيب تتوقع راح تنطلق تظاهرات بالأيام المقبلة؟ وهي انطلقت فعلا قبل أيام في خمس محافظات من محافظات الجنوب بسبب التردي واقع الخدمات وقضايا تعيينات مثلا، أو حاليا نعاني من أزمات بحسب بعض السياسيين أنها مفتعلة كأزمة الكهرباء وتردي واقع الطاقة، وكذلك الشح بالوقود وارتفاع سعر الوقود في بعض المحافظات. يعني احنا في قانون الامن الغذائي يعني صرفنا للكهرباء مبالغ طائله بالتريليونات. ديون وفوق هذه الديون هناك مبالغ ايضا تشغيليه وانشاء محطات تحويليه، ولكن حدثني عن اداء وزاره الكهرباء. يعني وزاره الكهرباء تذهب لبناء محطه تحويليه تأتي بالكهرباء من مصر إلى الأردن ب2 مليار، والمحطة تحول للعراق 150 ميجاوات، في حين مصر بنت ثلاث محطات كل محطة ب8 توربينات إنتاجية تنتج 14500 ميجاوات ب6 مليار. يعني إحنا ثلث المبلغ الذي أنتجت به مصر 14500 ميجاوات، إحنا ثلث المبلغ ننتج به نحصل به على 150 ميجاوات فقط، حتى لم نصل إلى 10% مما أنتجته مصر. الحقيقة هذا هدر وفساد واضح في صفقات وزارة الكهرباء. واليوم أنا أسمع أن هناك
التصريحات من وزارة الكهرباء عن البحث عن أدلة عن فساد. نحن لا نشاهد الفاسد وهو يقبض الثمن، ولكن نعرف التكاليف ونقارن بين تكاليف المحطات في بلدان مختلفة وما تحصل عليه من إنتاج. هذه المعطيات توصل للشارع كمعاناة، قلة إنتاج طبعاً بالكهرباء طبعاً. وقود بنزين ما كل السيارات، بعض المحافظات هناك أزمة خانقة بالوقود، وحتى دهوك مثلا سعر اللتر البنزين وصل إلى 2000 دينار، وسعر البنزين وصل إلى يمكن 4 ساعات وغيرها، عدا محافظات الجنوب الفقيرة اللي تعاني من الكثير من سوء الخدمات. راح تشجع هاي على إيجاد تظاهرات بزخم كبير بالأيام القادمة، ستكون مدعومة من جهات سياسية ربما لمنع الإطار والكتل السياسية الأخرى من تشكيل حكومة؟ طبعا سوف تكون هناك تظاهرات، لكن لا أعتقد أنه سوف تكون بحجم كبير، لأن التظاهرات مستمرة على طوال السنة، ولكن على الإطار والكتل السياسية أن تسارع بتشكيل حكومة وتعالج هذه الأزمات بأسرع وقت ممكن، وإلا فإن نحن في أعتاب الشهر السابع والأوضاع متغدية من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الخدمية. إذا استمر هذا التغدي أعتقد أنه سوف تكون تظاهرات أكبر من تظاهرات تشرين. طيب هاي شلون راح تنعكس بالتالي على العملية السياسية إذا تأخرت هذه الكتل بتشكيل حكومة؟ هو هذا الامتحان، وعليهم أن يسرعوا لأنه ليس لديهم ترف الوقت. في هذه الحالة قوى الإطار الشيعي اختارت أن تكون الحكومة حكومة خدمات نظرا للواقع الاقتصادي والمعطيات السياسية المتوفرة حاليا، لكن سيسمح للإطار أو للكتلة الأكبر اللي مثلها الإطار الشيعي سيسمح لها بتطبيق حكومة خدمات فعلا تطبق الخدمات للمواطن؟ لابد أن تعمل على إنشاء تأسيس حكومة خدمات، لابد أن تأخذ أولويات المواطن بعين الاعتبار، لابد أن تنظر للأزمات الملحة وتضع قائمة بالأولويات. بالنهاية الحكومة تشكل من أجل خدمة المواطن. الحكومات من 2003 إلى الآن هي لم تقدم للمواطن شيء بشكل صريح. نعم هناك ربما تكون إنجازات جزئية، هناك تنافس في داخل الكتل على عقلة بعضها بعض كي لا يحسب له نجاح، مثل ما حدث مع مقترح البنى التحتية الذي أو مشروع البنى التحتية الذي قدمه السيد المالكي، ومثل ما حدث مع إسقاط حكومة السيد عادل عبد المهدي ومبادرته الصينية. نتمنى أن تعي الكتل بأن إسقاط أي فرد منها قد يؤدي إلى إسقاط الجميع، بالتالي لابد أن يكون هناك تكامل وتعاون بدل أن يكون هناك صراع وتنافس. طيب نرجع إلى التيار الصدري ورأيه بالعملية السياسية أو مجريات التوافقات السياسية الحالية، وكما ذكرت أن رأي التيار سيكون ضرورة بتشكيل حكومة واختيار رئيس وزراء أو أي اتفاق سياسي، لكن التيار وسيد مقتدى الصدر يرفض حاليا قضية إشراكه بالحكومة. ستعمل قوى الإطار على إشراك التيار بأي وسيلة كانت بهذه الحكومة أو بضمان تعاون الإطار مثلا والكتلة الصدرية أو الإطار الصدري التيار الصدري مع هذه الحكومة من أجل إنجاحها؟ الحقيقة أنه التيار الصدري انسحب من السلطة التشريعية ولم ينسحب من السلطة التنفيذية، لديه ممثلين في داخل الحكومة، وأعتقد أنه قوى الإطار ربما ستأخذ بنظر الاعتبار حجم التيار وعدد المقاعد وجمهوره وتأثيره بالشارع في عملية تشكيل الحكومة، وفي اختيار رئيس الحكومة يجب أن لا يكون شخصية مستفزة للتيار الصدري أو لا يوافق عليه التيار. بالتالي أعتقد أنه لا بد من العمل على إنجاح هذه العملية، عدم إيجاد حالة من التصلب والتشنج، عدم الذهاب إلى فرض إرادات على الآخرين. بالتالي التيار حجم كبير و موجود بالشارع، لابد أن يكون له تمثيل، إذا لم يكن في البرلمان فما المانع أن يكون بالحكومة؟ يمكن أن يصر التيار على عدم الاشتراك بالحكومة القادمة، هو حاليا موجود بمناصب تنفيذية في حكومة الكاظمي، لكن الحكومة الجديدة ممكن أن يقاطعها التيار؟ يعني هذا القرار يبقى سماحة السيد مقتدى الصدر، وأعتقد هو من يتخذ القرارات. إذا رأى أن هذه الحكومة سوف تكون حكومة خدمات ستقدم خدمة للمواطنين، ربما يعمل على أن يكون فاعل في هذه الحكومة وأن يقدم خدمة للمواطنين، ولا أعتقد أنه سوف يلجأ إلى الانسحاب. طيب ذكرت أنه يجب أن تكون شخصية رئيس الوزراء شخصية غير مستفزة،
لكن أغلب القوى السياسية حاليا تطالب بشخصية قوية لرئاسة الحكومة، ماذا لو جاء بالسيد نوري المالكي؟ يعني المجيء السيد نوري المالكي هو خيار جيد، ولكن لابد أن يكون هناك تفاهمات أيضا مع الإطار حول السيد المالكي، ولا أعتقد أن الإطار لديه اعتراض على شخص السيد المالكي، والمعارضة التي كانت بالتحالف مع الإطار التنسيقي هي لم تكن تدور حول شخص السيد المالكي، لأن السيد مقتدى الصدر اقترح على الإطار أن يأتوا بخمسين نائب وأن يذهب الآخرون إلى المعارضة بغض النظر عن من يكون من داخل الخمسين، يعني ولم يكن إشكاله بشخصية السيد المالكي، ونحن نعلم أنه الإطار التنسيقي اشترك بحكومة السيد المالكي بعد أحداث صولة الفرسان، وكان له وزارات وكان فاعل بها، بالتالي لا أعتقد أنه يوجد اعتراض من الإطار على من التيار الصدي على نفس شخصية السيد المالكي، والعراق بالكثير من الكفاءات السيد المالكي أو غيره، لابد أن تكون هناك حكومة قوية ذات كفاءة وخبرة وقادرة على اتخاذ القرارات. طيب الأطراف السياسية الأخرى، الأطراف الكردية والأطراف السنية، سيادة وديمقراطي والاتحاد، القوى الشيعية لم تتدخل بخياراتهم لرئيس البرلمان أو نائب رئيس البرلمان الثاني أو رئيس الجمهورية، لكن هل سيسمح لهذه القوى السياسية أن تتدخل باختيار رئيس مجلس الوزراء؟ هم يعني كان هناك تعود منذ المرة الأولى التي تدخل بها الكرد بتغيير السيد إبراهيم الجعفري، نعم، أنهم صحيح هو حق المكون الشيعي، ولكن لهم الاعتراض والتغيير، والمكون الشيعي كان دائما يعمل على استقضاء الآخرين على حسابه على حساب مصالح جمهوره، أتمنى أن يكون هذه المرة متوازن، ألا يخضع للضغوط مثل ما الأخوة الكرد أحرار في انتخاب رئيس الجمهورية وتقديمه على الآخرين، وكذلك السنة أحرار في انتخاب رئيس البرلمان، أما أن يكون الشيعة لهم رأي في انتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية أو لا يكون للآخرين رأي في انتخاب رئيس الحكومة. طيب من خلال النهام في هذه الدورة البرلمانية، كيف وجدت النواب يعني أو تأثير الخلافات السياسية لا سيما أزمة الأغلبية السياسية ما بين الأغلبية السياسية والتوافقية، كيف كان تأثيرها على أعضاء البرلمان؟ يعني أعضاء البرلمان هناك كتل اختارت المعارضة منذ بداية الطريق، ولكن قدمت مبادرات لكي تكون المعارضة فاعلة كما فعلت إشراقة كانون، واقترحت أن تمنح المعارضة أدوات الرقابة والمحاسبة وأن تكون اللجان بيدها واللجان الرقابية والتفتيشية بيدها، نتمنى أن يتم تفعيل هذا الموضوع كي تكون يعني المعارضة فاعلة في داخل البرلمان حتى لو كان حجمها قليل، أما أنه تستأثر نفس الحكومة أو السلطة باللجان الرقابية فهذا معناه أنه شخص يفرض رقابة على نفسه، بالتالي لم تكن هناك معارضة فاعلة، الخلافات والانسداد أدت إلى انسحاب التيار الصدري، والتيار الصدري كان له حجم كبير داخل البرلمان، استطاع أن ينجز قانونين يعني مهمة، قانون تجريم التطبيع وقانون الأمن الغذائي، ثم بعد خروج التيار حدثت هناك تعديلات في النظام الداخلي منحت السيد الحلبوسي صلاحيات أكبر، فبالتالي أعتقد أن المشهد السياسي كله أدى ألقى بظلاله على أعضاء البرلمان وعلى أدائهم في هذه الدورة. طيب جانب آخر يعني مهم بعملية تشكيل الحكومة ومهم جدا وفاعل بالعملية السياسية من 2003 حتى اليوم، العمل الدولي الأممي، الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية إسلامية، دول الخليج، هل هناك دور في هذه الأيام بهذه الأزمة السياسية، دور إيجابي أو سلبي؟ أعتقد أنه ربما يكون دور إيجابي أقرب من السلبي، وشهدنا تدخل السيدة بلاسخة لإيجاد توافق بين الديمقراطية والاتحاد الكردستاني، وربما تلعب نفس الدور مع الكتل الباقية، لأنه أزمة الطاقة وأزمة النفط وأزمة الغاز هي ما تجبر الدول الأوروبية والولايات المتحدة أن يدفع الأمم المتحدة لترطيب الأجواء في العراق، أي تأزم في مصادر الطاقة الآن سوف يزيد الوضع الدولي تفاقما، فبالتالي من مصلحتهم أن يكون العراق هادئ
أن يكون الشرق الأوسط هادئ، أن تكون منطقة الخليج بالتحديد هادئة، أتوقع أنه تنظر الأمور بسلاسة يكون من مصلحة الجميع. طيب سؤال أخير، تعتقد وفق كل هذه المعطيات اللي ذكرتها ودكتور نجم أيضا، حكومة إذا نجحت الأطراف السياسية الحالية بتشكيل الحكومة كم شهر راح تستمر؟ أعتقد أن هذه الحكومة إذا نجح أداؤها ممكن أن تستمر لنهاية المدة، وإذا لم ينجح أداها ربما تمنح سنة واحدة فقط، مو 6 أشهر، لا سنة واحدة. الشكر جزيل لكم عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي الدكتور هيثم الخزعلي، كنت ضيفا كريما علينا، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية، وإلى اللقاء في تغطيات أخرى.